الليب تنت اللي بنطلعه من شفايفنا بالعافيه عملت بيه وشها كله، لا وكمان زي القمر. انا لازم اجربه معاكم. هوبا، وهنحط في الشفايف، وده العادي. اللي مش عادي بقى ان انا احطه في غدودي بكميه كبيره زي ما هي ما عملت كده. بصراحه انا هغامر، بس انا خايفه قوي من المغامره دي ان هو ما يطلعش من وشي اصلا. احط في مناخيري برضو كده في النص. انا حطيت في غدودي وفي شفايفي وفي مناخيري، مش هغامر اكتر من كده بصراحه، لان انا ما اعرفش التجربه هتنفع ولا لا. لو نفعت نبقى نكمل بقيه وشنا زي ما هي ما عملت. هسيبه بقى ينشف كده عشان نشيله مع بعض ونشوف اللي احنا عملناه. يلا بينا نقشر. هو المفروض ان هو نشف خالص اهو. اها، مش هتقشر ليه؟ لا هيتقشر عادي اهو. انا كده كده اصلا بحب قوي نتيجته في الشفايف، انما في الخدود دي بصراحه اللي جديده عليا. هوب هوب هوب، يلا نشوف. يا نهار ابيض. المفروض بقى ان الكيو تيب دي هي السر فيها. هنحط فيها الميك اب ريموفر كده، وهنبدا كده ان احنا نمسح طروف الخدود دي. بس انا عايزه اقول لكم ان هي عجبتني وشكلها حلو، بس بتاخد وقت في الدم. جماعه انا عملت كل الطرق ان هو مش راضي يطلع من مناخيري. هو حلو في الخدود ان هو ممكن يفضل ثابت اليوم كله، وكويس ان انا ما حطيتهاش فوق عيني، لان دي كانت هتبقى مصيبه. جربوهاش على وشكم، لان وشي حاسه ان وشي التعب من كتر الدعك فيه. جربوها على شفايفكم بس، حلوه جدا. التنت ما اثرش معانا في اي حاجه.